في إطار حماية صحة المستهلك وقمع الغش عبر إقليم مجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني درقل أثناء قيامهم بخدمة شرطة الطرقات على مستوى الطريق الولائي رقم 20 من توقيف مركبة، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها تفتيشا أمنيا تم العثور على متنها شهادة طبية خاصة بلحوم بيضاء. بعد تفعيل عنصر الاستعلامات ووضع خطة محكمة تم التنقل إلى المذبحة، حيث تم العثور على 6 شاحنات مركونة بالقرب منها محملة بكمية معتبرة من الدجاج المذبوح منزوع الريش وغير منزوع الأحشاء، قدر وزنها ب 23 قنطار و 10 كيلوغرام، بالإضافة إلى رفع الجناح التالية ضد المخالفين: الذبح الغير شرعي، حيازة مواد غذائية فاسدة قصد المكسب غير شرعي. القيمة المالية للمحجوزات ب 785400 دينار جزائري. على إثر ذلك تم فتح ملف قضائي ضد المعني مع حجز البضاعة وإتلافها بحضور ممثل مكتب النظافة الصحة العمومية والطبيب البيطري التابع لفرع مديرية الفلاحة بغليزان مع تحرير محضر الإتلاف.